شباب قبل لا ابدي المقطع اكو رابط بالوصف، رابط صفحه الصهيب العراق للالعاب. هاي الصفحه جوا توفر لكم العاب الستيم الاورجن المطار جوجل بلاي اي تونز بالاكس بوكس اللي تردون انتم فقط راسلوا الصفحه وبمقابل كارت اسيا سيل وبس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ إن شاء الله بخير وياكم أحمد يا رجعت لكم في مقطع جديد في هذا الفيديو شباب ماينكرافت في سيرفر عراق كرافت الحلقة الثانية. طبعا الحلقة الأولى شباب أقل من 10 ساعات وصل الفيديو 10,000 لايك، فشي خرافي. مثل ما تعودنا يعني قبل بحلقة سيرفر عراق كرافت توصل شحال لايكات، هاي الحلقة الثانية شباب خلينا نوصلها 15,000 لايك. فانت تقول لي ليش 15,000 لايك؟ انا حقول لك ليش، لان اذا وصلت 15,000 لايك راح اسوي اتوقع 4 حلقات بالاسبوع سيرفر عراق كرافت. يعني من افراغ انه اصور لكم قدر الامكان انه 4 أو 3 حلقات بالاسبوع، وطبعا يعني هيك بناء وهاي سوالف. فقلوا لي بالتعليقات وراح احط انا فوق استفتاء تردون او ما تردون 4 حلقة اكثر من حلقة بالاسبوع. فخلينا نوصل لايكات وبس خلينا نبدي. اوكي تشوفون تقولون وات ذا هيل احمد جاي تسوي هنا؟ اوكي انا اقول لك جاي اسوي. اول شيء شباب ورا ما خلصت التصوير ورفعت لكم الفيديو قعدت اشتغل شوي على المنطقة، كثرت القرفان بس بعدني ما كتلتهم فهم صايرين هواي، شوف هواي كل شوي. فأريد أكبرهم دول هاي المنطقة أسويهم أكبر. وبنفس الوقت أريد أراويكم تصميم البيت مالي الجديد. التصميم الجديد مالي شباب راح يكون هذا، وخليني أصعد بعد 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 بعد. أوكي شباب البيت مالي بجد بيت مال مصطفى، بيت كلش صغيرون بس التصاميم أو الترتيب اللي بيه أو الديزاين كلش يعني صاير في شيء خرافي. فخليني اراويكم الديزاين مال البيت مالي اللي راح ابني. طبعا البيت راح يطول، ما راح ابني بالفيديو، ابني بالفيديو شويه بس ما اتوقع راح الحق لان شويه انه الوقت يطول ويراد لي اقطع بالفيديو واسوالف. فطبعا خليني اراويكم اول شيء. طبعا هنا اول شيء راح يكون هنا شويه عالي وعالي واحط فوقه مظله وشي ونان الباب. هنا شباب اكو درج راح يساعدك على البلكونه مال البيت، البلكونه مال البيت راح تكون هنا هاي البلكونه. بعد شغله ثانيه اكو شبابيك هنا انا بعدني ما مرتبها. طب جوا شباب اكو هنا درج، هذا الدرج راح يطببك على طابق سفلي جوا القاعه، اكو جوا القاعه هاي طابق هنا واكو هنا. فما ادري راح اسوي غرفه نوم او هاي غرفه نوم او هذا مخزن، حاليا محتار. فقولوا لي بالتعليقات شنو اللي اسويه. اكو درج هنا راح يساعدك هذا الدرج على الطابق الثاني اللي موجود هنا، واكو هنا ممر على الباب للبلكونه، واكو ناس شباك البلكونه، واكو طريق هنا ورا ايضا راح يوديك للبلكونه. اتوقع مو البلكونه قصدي يوديني على الممر، اتوقع انه هذا اخليه هيجي على مود احطه هيجي على مود يعني شلون اقول لكم ممر هنا اسوي غرفة المشاريب يجوز بهاي المنطقة، غرفة المشروبات يجوز كل شيء يصير. ف هذا الدوق قاعد هنا بالله خليني اطيحه شي يصير. طيح طيح اوه طاح. خليني اسحبه، خليني اخذ واحد على مود حماية لي. طبعا شباب جمعت لهذا الموارد، بيت خشبي هو، جمعت موارد اليه، جمعت ساندستون هواي وجمعت ايضا خشب هواي وحجر بالله نفسه، يعني هاي السوالف اللي جمعتها انا حاليا. بعد شنو بعد شنو شباب احطعت. خليني اراويكم بعد بعض السوالف اللي راح اسويها. خليني احط الحجر، احتاج خشب قصدي، فخليني اجيب ستاك احط الستاك هنا أنا. حلو فخليني احط ال اوكي 1 2 3 4 اتوقع انه هيك راح يكون و اوكي حلو حلو
واخر ماي بوي ماي بوي. طبعا شباب قولوا لي بالتعليقات افكر انه اسمي شخص دوغ من هاي الدوغات اللي عندي. دوغات شنو؟ دوغز يا دوغات، وات ذا هيل احمد، وات ذا فاك. دوغز، اي الدوغ. الكلاب اللي عندي قولوا لي بالتعليقات شنو اسميهم، يعني انا ما عندي اسامي. فطبعا انت تقول لي يا احمد انه انت ما عندك نيم تاج، صح صح انا ما عندي نيم تاج. انزل يا معود، انزل جوا. انا ما عندي نيم تاج فما اعرف شنو راح اسميهم، محتار. فقولي بالتعليقات شنو، لا 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 لا، قولي بالتعليقات شنو راح اسمي. فا اوكي، ما طول بين ما انه انا راح اسمي لي شخص، فخلي نجيب هذا الدوغ، خلينا نقعد. اوكي، فخلي لي خلي نجيب لنا بد صبغ او لون. ما عندي حاليا ورد، ورد اتوقع ماكو، بلكي تلقى ورد هنا. لقيت ورد احمر، حلو، هو اصلا احمر، اتوقع هو اصلا احمر، اي هو اصلا احمر. فراح اسميه احمر ويا اصفر، راح اسويه برتقالي. فاتوقع ماكو ورد برتقالي بهالمكان، لا قصدي اصفر اصفر، اي لقيت اصفر لو لا، والله ماكو، اي لقيت ورد اصفر، لقيت ورد اصفر على مود اسميه، او مو اسميه انما على مود احط له علامة انه هذا الشخص. فاللي ما يعرف شنو، حط شباب هيك يطلع لي لون اصفر، وحط الارو هذا عمود يصير احمر، وحط هذا ويا هذا فصار لون عندنا برتقالي. فخليني اجيبه، تعال تعال ماي بوي، تعال 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 تعال. اوكي، فحطيت شي صار لونه برتقالي. فالان شباب هذا الشخص هذا هو الكلب مالتي الاصلي. فاكيد قوم قوم يا معود، دمك ليش ناقص يا اخي؟ قلت لك من ينقص دمك، تعال انا اوكلك. اوكي وين راح؟ اوكي هاي وحده، هاي وحده رفعت دمك. اوكي نايس، فخلينا نكمل شغل على البيت. اتوقع خلينا احط دايرة مدارة بس شو كامله خلف الكواليس، لان شغل شغل كلش طويل. وخر ماي بوي ماي بوي، اقعد اقعد لين تضوجوني بالتصوير، اقعد. اوكي حلو 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 حلو، فا اوكي انتو تعرفون الشكل، بس هنا جوا ما ادري شنو راح اسوي. هل راح اسوي هيج واسوي هيج واسوي هيج واسوي هيج واسوي هيج؟ هل راح يكون هيج الدرج؟ محتار. اذا احط الدرج هيجي لازم احط لي سلاب، فخلينا نجيب لنا سلاب، اسوي لي سلاب. سلاب سناب شنو سناب؟ وات ذا هيل احمد ايش مالي؟ طبعا اكيد دايخ شباب، جاي اصور الساعة بال3:30 الفجر، وقت اللي نت يصير بيه خير. خلينا ننزل هيج وانزل هيج. اوكي بس اتوقع حط هيجي، حط هيجي. ايش جاي اسوي انا؟ ما اتوقع هذا صحيح، غلط، هذا غلط. ف قولي لي بالتعليقات، قولي لي شباب شلون راح اسوي هذا الدرج، لان انا ببالي انه هذا الدرج اخليه ينزل منه. قولي لي بالتعليقات هل اخليه ينزل منه او اكو طريقة ثانية انه اخلي الدرج شباب ينزل منه، بما انه اكو درج اخليه ينزل منه وهذا اسقفه استفاد من هذا الارتفاع. فكرة حلوة، فكرة حلوة وخرافية، والله خل اجربها انه حط درج هنا. حلو، حط درج هنا يصعد يصعد، حلو نايس يصعد، وهذا اسقفه واستفاد من الجهة الفوق ومن الجهة الجوة. فقولوا لي بالتعليقات شنو اللي اسوي، اخلي الدرج من هنا يعني اول ما ادخل، واخلي من جوا الدرج هذا، احط الدرج جوا الدرج، فراح يكون شكله خرافي. فطبعا صارت الدنيا الليل فلازم اروح انام قبل لا يرسمن لي اي وحش ويظل يقتلني من هاي السوالف. ف اوكي حلو، خلينا نشوف. اوه كريبر، تعال تعال تعال، حلو روح، ما تنفجر، ما خليك تنفجر، لا 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 لا،
حلو معك، نايس نايس حلو. خلينا ننزل جوا ونشوف بلكي طلع هذا. اوكي طلع، خلينا نسحبه. طبعا شفت التعليقات، هواي عجبها المنطقة مالتي، هواي عجبها الشغل اللي جاي اشتغل انا بالمنطقة. فشكرا شباب لكم على تعليقاتكم الحلوة وتفاعلكم الخرافي اللي جاي اشوفه. اوكي خلينا نصعد فوق. طبعا هم وياكم مثل كل حلقة هم انزل جوا اشوف حظي، هل راح القى دايموند او لا. اتوقع انه القى دايموند او ما القى دايموند، واذا لقيت دايموند شباب والله حظ خرافي يصير. فخلينا ننزل، مين راح اروح؟ راح اروح اتقدم لي قدام شوي، خليني اكل. اوكي هولي شيت، لقينا قبل اوكي اوكي اكو شباب قالوا لي بالفيديو انه اكو ظلمه داي يصير، فانا راح اسوي شغله انه دقيقه انه اجيب ستيك واحط هذا، حلو، واحط هذا هنا على مود يظل المكان ضاوي. فشكرا شباب لاني قرأت تعليقاتكم وعرفت انه هاي مشكله، فعلى مود تشوفون. فخلينا نشوف، ماكو هنا دايموند، دايموند فوق ماكو، ماكو احطه هنا دايموند ماكو، احطه هنا دايموند ماكو، بلكت دايموند ماكو، ماكو دايموند يا اخي اكو. اوكي منا احنا جينا، خلينا نشوف بلكت اكو دايموند هنا. لا يا حظي. اوكي خلينا نتقدم، نتقدم شويه فدقيقتين شباب الجمع بكل حلقه، وانا نتقدم احنا بمنطقه ونشوف يعني كل شيء نسوي بالحلقه، ندخلنا في الدقيقتين نشوف انه بلكت نلقى لنا دائما فقره حلوه نضيفها بالفيديو مالنا. ما جاء القى لي اي شيء بعد هنا، ماكو ماكو صوت زومبي جاي اسمع، ماكو كهف. اوه كهف، اوه نايس، لقيت جولد، حلو 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 حلو، والله نايس والله نايس شباب. فخليني اخذ الغراض ذني واتقدم نابلك تلقالي في تشي، لان اكيد هم الكيف راح يكون انه صوت اندرمان، بس مشكلة ما جاي اعرف بياجهه، مشكلة ما جاي اعرف بياجهه. بس خلينا نكسر بلكي تلقالي اكو اوكات، اوكات شباب مثلا يحطون بلوكه هي تبين انه هذا المكان انه بيه دايموند، فما ادري ما جاي اتوقع. اوه لابزا زول، شوفوا لقينا لابزا زول، حلو ماكو دايموند. كهف؟ لا مو كهف، مو كهف. فاتوقع شباب انه ما راح نلقى لنا فتشي بهاي الحلقة، فخلينا نروح نكمل البيت واراويكم المكان السري بداخل البيت او الغرفة السرية اللي موجودة بداخل البيت. فطبعا خلينا نصعد مرة ثانية ونسوي هيك. اوكي روح نايس. واقول له احمد ليش ما تسوي الدرج؟ ليش سويت سكه القطار؟ شوف سكه القطار اسرع من الدرج، ما ادري انا اشوفه اسرع. فقال لي بالتعليقات سكه القطار اسرع لو الدرج، ما ادري ما ادري ليش. فشوف خليني اراويكم المكان السري، المكان السري مو هنا اكيد، المكان السري هنا، هاي غرفه سريه. اكيد هذا راح ينسد يعني، هاي غرفة سرية اقدر احط بيها دايموند وهاي السوالف، فما حد يندل ولا هم جاي يشوفون الفيديو مالي يعرفون، بس يعني على مود لا حد ياخذ دايموند مالي. فهاي غرفة سرية فهذا البيت مالي. فطبعا شباب خليني اسوي بالله الدرج، شلون راح يكون شكل الدرج؟ هل راح يكون هيك شي؟
ما ادري حد الان محتار، فاحط اتوقع احطها هيك الدرج. محتار شباب، قولوا لي بالتعليقات الدرج شلون راح يكون. انا سويت الهيكل ماله والتصميم مال البيت، بس المشكله الموارد اللي ابني بها البيت. انا ببالي انه هذا الخشب، احط الباب هنا وهذني. فخليني اكمل الدرج واشوف ايش راح يصير، يطلع حلو او لا. اوكي نحطها هيجي هيجي هيجي، حلو حلو. اوكي نايس 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 نايس. فراح يكون هنا البلكونة، حلو نايس. البلكونة شباب راح تكون من هنا، فاقدر اصعد من هنا للبلكونة قبل. فشباب الفيديو الجاي راح يكون تأثيث البيت، يمكن راح يكون فيديو تأثيث، يعني انا مخلص البيت كله فيبقى بس تأثيث البيت، وتأثيث البيت راح يكون ان شاء الله على الفيديو الجاي. فمن متحمس على الفيديو الجاي يكتب التعليقات انا متحمس على فيديو تأثيث البيت، لان البيت راح يكمل وما اقدر ابني وياكم، لان البيت كلش ضخم وكبير فيتعب، واكو سوالف لازم احطها، واكو سوالف يعني ابني واكسر، يعني شغله تطول ان شاء الله. فخليني اراويكم بعد. انا راح ابني من هذا الساندستون، راح احط السقف. دقيقة، راح يكون السقف هيج. قلوا بالتعليقات هذا السقف احلى لو هذا السقف احلى. هسه تقولوا لي كبل ستون وتا هيل احمد، بس يا اخي السقف هذا احلى لو هذا. محتار يمكن احط السقف مال الغرفة جوا هيج او هيج، او يجوز شباب شنو احط، احط من هذا الخشب، هذا الخشب احطه سقف. فمحتار يا هي اللي راح احطها، دايخ شنو اللي راح اسوي ما ادري، محتار. بس خلينا ننزل جوا عم دراويكم. قولي بالتعليقات يا هي اللي احلى، احطها سقف، احط هذا سقف لو هذا سقف لو هذا سقف، فما ادري دايخ كلش يعني. فبما انه انا جاي اراويكم يعني انه انا جاي ابني بالبيت وما ادري شنو راح ابني بالبيت دايخ، فقولي بالتعليقات ارائكم عن المكان البيت والتخطيط ماله. فخليني اراويكم دقيقة، خل اصعد، خليني اشيل هاي. اوكي اوكي شباب، هذا التخطيط البيت اللي راح يكون. ان شاء الله عجبتكم، لا تنسى تطقنا بلايك وتشترك بالقناة اذا انت جديد. اشترك بالقناة، خلينا نوصل القناة الى ربع مليون، نبقش على ربع مليون كيلو مصير مشترك. بس اراكم قريبا، صدق لايك الفيديو وجوا اراكم قريبا سيدنا. في امان الله، مع السلامة، باي باي.